أليت السرور يدوم لكن دوام الحال في الدنيا محال، فلا تأمل كمال العيش فيها، فدار النقص ليس بها كمال. سيضحك بعضنا حينا ويبكي، ولن يبقى الشباب ولا الجمال، وكل الناس نحو الموت يمضي كما تمضي برحلتها الجمال، كما تمضي برحلتها الجمال. السلام عليكم، مساء النور ومساء الخير ومساء الورد والزهر والياسمين وكل ما هو في هذه الدنيا جميل. نتمنى ان شاء الله ترقكم هذه الكلمات لكم بالفصحى. وجيت لكم في الجزء الثالث من القصة، وهذا هو الجزء اللي غادي يبين لكم الحقيقة المرة اللي غادي تكتشفها صفاء، وبطبيعة الحال غادي تكتشفوها تنتوما معها. الخبط اللي كاين في هذه الاخت هذه ما كنظنش كاين في شي وحده، يعني كاينه معنا في الكره الارضيه، ما عرفتش. المهم، انسانه خبيثه بما تحمله الكلمات من معنى، او بما تحمله الكلمات من معاني. فما غاديش نحرق لكم التفاصيل، كنقول لكم عفاكم، ديروا جيمكم وانطروا بارطاجيو هذه الحكايه. بغيت كاع الناس تسمع ليها، وبغيت كاع الناس يستافدوا من القصه ديال خدنا صفاء اللي كنتمنوا لها من هذا المنبر الشفاء العاجل. وهالهله يصرف فيكم وفينا ولاد الحرام وبنات الحرام، وكيف ما قلت لكم الله ينجيكم ويجينا من الدركات. كنت رقيها التليفون من يديها حتى بحال ما عجبهاش الحال، صافي خرجت. وقيلا بقات كتصند غير من الباب، بديت كنهضر معاها، قال لي فلانه، قلت ليه نعم، قال لي واش انت وفلان على علاقه، قلت ليه شكون قال لك هاد الهضره هادي، قال لي ماشي مهم، ولكن انا بغيت نسولك واش انت ويا على علاقه. قلت ليه شوف ولد الناس، انا هذاك الشيفور ديالي، ويدي ورجلي وعيني، وهو اللي شاد لي بزاف ديال الحوايج، وكنثق فيه ثقة عمياء، وهذا السيد هو اللي تسبب لي بهاد الحادثة هادي. هو مسكين ما دارهاش بالعاني، وانا عارف الغلط ديالنا انا واختي، ماشي هو. حنا كنا غاديين كنلعبوا في الترطوار، واختي الوقيته اللي كنت انا غادي كنهضر هي دفعتني وجيت انا تحت. هو ما كانش عنده الخبر الطريقه ديال الحديث اللي وقع لي، انا قلت ليه داز فيا طوبيس وصافي. فاش قلت ليه اختي، هو يقول لي قلت ليه شنو ياك لاباس، قال لي اذا اختك اللي تسببت لك في هذا الحادث. قلت ليه ايه، قلت ليه بيني وبينك انا كنظنها انها دارتها بالعاني. هو قال لي بصح ديرها بالعاني. قال لي عرفتي شنو قالت لي هذه واحد 3 ايام، قلت ليه شنو، قال لي راني صونيت عليك وجاوبتني وقالت لي بلي انتي على علاقه انت والشيفور الفلاني. قلت ليه مستحيل، قال لي قسما بالله، وعيط ليها دابا قدامي انا غادي نفرشها قدامك، ويلا قالت العكس راه مستعد ندفن ليها على وجهها قدامك، وتجي تكذبني. بقيت غير كنشوف، ما لقيت ما نقول ليه. صافي قلت ليه شوف، اصلا ما لقيتش الابل ديالك. قال لي شوفي هي الواتساب شحال صيفطتك من رساله، قلت ليه راه ما لقيت حتى شي رساله. صافي تما عرفت اختي بلي النوايا ديالها خبيثه. انا عارفه اختي خبيثه وعارفه ما كتسواش، واخا هي دفعتني وانا متاكده، وديك اللحظه ما عمر غادي تنسى لي نهار اللي دفعتني وجيت تحت الطوبيس، الا وانني كنت كندير لها بزاف الاعذار وكنقول ربما ربما ربما، كنكذب عينيا واحاسيسي ومشاعري وكنثق بها هي. صافي هي هذيك، قال لي دابا شنو المشكل ديالك. قلت ليه ودي انا ها المشكل ديالي، راه الا ما جاوبتكش راني كنعس كتر ما كنفيق. قال لي كيفاش، قلت ليها كيفاش كيفاش، قال لي شنو نوع ديال الدو اللي كتستعملي. قلت ليه انا ما عرفاش كاع الدو اللي كنستعمل. قال لي كيفاش زعما قاريه، ود قلت ليه انا واخا قاريه. قال لي شوفي راكي كنتي متبعه الحاله ديال جداتك معايا خطوه بخطوه، وانت اللي كنتي كتعطيها الدو، دابا كيفاش انت ما عارفاش. قلت ليه انا ما عارفاش، نهار خرج ليا الدواء الطبيب راه اختي اللي كانت كتاخذو ليا وهي اللي كتعطيني بانتظام. قال لي اختك اللي كتعطيك الدواء بانتظام؟ قلت ليه اختي اللي كتعطيني الدواء بانتظام. وقلت ليه عاد هاد النهار مشات شريت ليا الدواء. قال لي ممكن تصوري ليا الدواء في الواتساب تصيفطي ليا نشوفو. قلت ليه واخا، عين عيط لها تعطيه ليا. هي هذيك عيطت على اختي، قلت ليها فلانه اجي، دغيا دخلت عندي عرفتها كانت غير في الباب كتصنت. قلت ليها فين راه داك الدواء اللي كناخد، قالت لي علاش، كنت كنصيفطو للدكتور الفلاني هي قرا لي شوف، حيت راه بان ليا بلي رجليا ما بغاوش زعما يحبسو من النفيخ وما كيزيدو يتنفخو. قالت لي سيري سيري شنو عند هذاك يعرف، ماشي الدومين ديالو. قلت لها واخا ماشي الدومين ديالو، راه كيفهم فهادشي ديال الدواء، غادي نعطيو الدواء ربما يكون شي دواء من هاد الدواء اللي داير لي هاد المشكل.
قالت لي واخا تصنع نجيب لك داك الدواء. ما العلم اختي ما كانتش كتحط الدواء قدامي، كتعطيني منه كتخبع حتى كيجي الوقيته ديال الدواء، وما كتفلت لي حتى دقيق الدواء كتعطيني بانتظام. صافي هي هذيك شدت داك الدواء مشات جبداتو. انا عاقله كنستعمل 5 ديال الدوايات، جابت لي 4. قلت ليها هنا كاين غير 4 حيت انا عاقله عليهم، واحد كتعطيه ليا قبل الماكله تقريبا ماشي ربع ساعه، وربعة الاخرين كنشربهم كلهم بعد الاكل. قلت ليها فين راه الدواء اللي كنشرب قبل الاكل؟ قلت ليها راه تما. قلت ليها لا ما كاينش. بدات كتقلب عليه، قلت لي يا ما عرفت فين مشى. قلت ليها كدبعه جبتيه من الفرماسيه؟ لا. قالت ليها جبتو ولكن ما عرفتوش فين مشى، خليني نقلب لك عليه صوري له غير هادوك. صافي صورت له داك الدوايات صيفطتهم له، قال لي ودي الدواء راه مزيان، الا كنتي غير هادشي اللي كتستعملي راه زعما ما كنظنش انه يدير لك هذا المشكل، بالعكس. قلت ليه راه كاين واحد الدواء اخر صورته لك، اش قال لي صوريه لي. قلت ليه ما لقيتوش. قال لي واش شوفي قلبي عليه ومن بعد صوريه لي، ولا صيفطي لي غير الاسم ديالو. قلت ليه واخا، وانا نتفكر الورقه ديال الطبيب. قلت له جيب لي الورقه ديال الطبيب نصور له الورقه ديال الطبيب. بالفعل عطيتو داك الورق، عطاتني الورقه صورت له داك الورقه ديال الطبيب. قال لي هادو بخمسه الدويه بخمسه بيوم راهم مزيانين. مع العلم اختي قالها لي واحد ومبدل عليا بالدواء ديال الكلاب. ما علينا انا جاياكم. المهم بقيت هكاك صافي طمأنيت، قلت الحمد لله ان الدواء بعدا مزيان، اذا مشكل ماشي من الدواء. صافي هضر معايا داك النهار قال لي شتي شنو غادي ديري، واش ممكن تلاقي معايا في اي بلاصه بغيتيها؟ قلت ليه واخا ان شاء الله. صافي مشيت عندو داك النهار هذاك، داتني هي حيت قلت لكم انا وليت كنمشي على كرسي متحرك وضروري خصني اللي يساعدني، وما بغيتش ندي معايا داك الشيفور ديالي باش ما نحطوش في داك، كنحطهم بجوج في داك الموقف ديال انني عندي مع علاقه ولا كذا ولا هذاك، انا عارفه معجب بيا، الاخر عارفه كيتسطى عليا. المهم صافي تلاقيت انا وياه، جلس بيناتنا. هو صراحة ما ارتاحش ليها، قال لي ما كرهتش نهضر انا وياك على انفراد، وهي كتسمع. قالت ليه الحق شنو باغي تقول لي انت على انفراد؟ ياك لاباس انا اختها ويديها ودراها هاد اليمن. قال ليها غير سمحي لي ما تديهاش مني قلت الصواب، انا باغي نهضر معاها على واحد الموضوع بيني وبينها كيخصني انا وياها. صافي هزت راسها خرجت مشات بعدت واحد شويه، بقات حاضنه غير من البعيد. بقى كيهضر معايا قال لي شوفي فلانه. قلت لي نعم. قال لي هاد اختك انا ما باينليش فيها. قلت لي علاش زعما؟ قلت لي راه طيبه وظريفه غير هي الطباعه ديالها صعاب. قال لي في نظرك علاش كذبت عليك وقلت لك راك انت على راك انت على علاقه مع الشيفور؟ قلت لي انا ما كنديهاش فيها، انا عارفه مسكينه كتغير مني ومحسوسه. قال لي هادشي كامل عارفه وساكته وجايبه الطم. قال لي ودفع لي دفعتك للطوبيس حتى دابا وقع فيك هذا المشكل هذا، واش تعطيك رجليها هي؟ قلت لي لا وراه هكا ما قصداتش، راه كانت غير كتلعب معايا وهادشي كان مكتب عليا. قال لي واخا مزيان. قلت لي بيني وبينك حتى الشيفور راه قال لي اختك راه كتمشي مع واحد الفئه اللي ما مزياناش. قال لي شكون هاد الفئه؟ قلت لي واحد الفئه ديال الناس منهم راجل وواحد السيده، وهاد السيده كانت هي وياها كتقابل معاها في واحد المحل وراه دارت فايض، وراه داكشي كامل كلا وهي ويا غير في الدور انا الخروج. وراه شنو قال لي الشيفور؟ شنو قال لي بعد ما تبعها وين هاد النهار تبعها وشنو شنو؟ عاود طلب التفصيل. قال لي وهي علاش دخلت الفرماسيان بيطاري؟ قلت ليه ما نعرف انا شنو قال لي وفاش جات ما جابش معاها لا دواء لا بيطاري لا والو، يمكن غير هو غلط. قال لي واخا غادي نشوفو. قال لي ممكن هاد الشيفور يورينا الطبيب او الفرماسي البيطري اللي دخلت ليه اختك؟ قلت ليه اه الا قلناها ليه هادي وريه لنا. قال لي عيطي للشيفور وشوفي كيفاش ديري تكركبي عليا اختك. صافي عيطت على اختي، قلت لها اختي الا ممكن غير سيري تخدمي صلاحك، انا غادي نعيط للشيفور هو اللي غادي يردني. قالت لي لا انا جبتك انا ردك. قلت ليها انا غير سيري، قلت لك انا باغا ناخذ راحتي سيري. صافي بحال ما عجباش الحال مشات، عيطت تم تما للشيفور جا لحق بينا جاب الطوموبيل وجا. تعرفوا داك الطبيب السلام عليكم. عليكم السلام، ما نكذبش عليكم تشوكاو من بعضياتهم بحال نقولوا جاتهم غير من بعضياتهم. صافي هي هذيك جلسنا كاملين هضرنا. قال لي واش ممكن تورينا الفرماسيان اللي شات منو الدواء الاخت ديال فلانه؟ قال لي اه ممكن. هي هذيك دانا مشينا معاه، خلى الطبيب خلى الطوموبيل ديالو تما حدا داك الكافي محطوطه، مشينا في الطوموبيل ديالنا وصلنا حتى عفوا الفرماسيان البيطاري.
دخلنا. السلام عليكم. السلام، انا كانت عندي الصوره ديال اختي في التليفون. السيده اللي كتقابل تما سولناها، قلنا ليها واش انت دائما هنا؟ قالت انا دائما هنا صباح وعشيه. قلنا ليها راه جات عندكم واحد البنت فوقاش فوقاش، وراه دات واحد الادويه من عندكم، وبغينا نعرفوا هاد ديك الادويه ديالها اش اللي دات. ورينا هاد التصويره، قلت لك انا هاد السيده راه تقريبا كل 15 يوم كتجي تدي الدواء، ولكن شنو كتدي من هنا ما عقلتش. يعني هاد البنت راه كتجي وكتجي كتاخذ الدواء، والثمن ديال الدواء كنظن ها فين واصل، ولكن الدواء ديالاش ما عقلاش. قالت لي كتدي واحد الدواء داير 200 درهم، وقالت لي باش عقلت عليها دائما كتبقى لها واحد 10 دريال ما كترجعهاش، كنعطيوها لها كترجعها لنا كردوها في لاكيس. هادشي اللي قالت لينا. قالت لي ولكن الا جبتي لي الدواء انا غادي نعرف الدواء ديالاش اللي كتدي. صافي ما لقينا باش نجبدوها، كيفاش غادي نديرو هاد السيده باش نعرفو الدواء اللي كتدي؟ هضر معايا الشيفور. قالوا لي ضروري خصك تشوفي الدواء اللي كتعطيك، داك الخمسه د الادويات ضروري خصنا نشوفهم كي دايرين. صافي رجعوني للدار وصوني على اساس فاش بغيت تعطيني داك الدواء، وخصوصا الدواء اللي كنشرب قبل الاكل واللي ما صورتوش داك النهار للطبيب، هو اللي خصني ناخذو، يعني ناخذو من عندها باي طريقه. هي هذيك في الليل مشينا، صافي غادي ناخذ الدواء ديالي باش غادي ننعس. جات دارت لي داك جوج حبات، ومازال كدير لي جوج فنيدات في جوج معالق ديال الماء، وكيذوبوا داك الفنيدات رقيقين، شنو نقول لكم، قل من العدسه بحال المحمصه. صافي كديرهم لي في داك جوج معالق ديال الماء، كذوبهم مزيان مزيان مزيان، وكتعطيني يعني داك القطره ديال الماء كنقرطعها يعني دقه واحده حيت الريحه ديالهم مجهده بزاف. صافي جات دارت لي داك جوج حبات داك الكاس، قلت ليها فلانة عطيني داك الدواء. قالت لي اش من الدواء؟ قلت لها هذا اللي درتي ليا في الكاس. قالت لي علاش بغيتي؟ قلت لها راه بغيت نشوفه. صافي عطاتو ليا، عطاتني داك الكاس شربتو، عطاتني الدوايات الاخرين بعد ما كليت، بقيت ربع ساعه وكليت. قلت لي اري داك الدواء اللي ساليتي منه ندير مع الدويه الاخرين. قلت لها لا غير خليه ليا. قلت لي الدواء غادي توضري وعاد تصدقوا في ما يوم لونه. قلت لها ماني انا نوضر الدواء، ماني انا صغيره ولا كرضع صبعي. قلت لي المهم يعني قلت لك عندك توضري الدواء. صافي بقيت شاده على داك الدواء، بقات معايا حتى الثاني نعس. جاب لها فواحد الوقيته قلت لها فلانه، قالت لي انا، قلت لي عافاك اختي الا ما سيري جيبي لي واحد البنانه من الثلاجه راني جاتني شهوتي عليه. قالت لي صافي انت شربتي الدواء ما يمكنلكش تاكلي. قلت لها عافاك اختي جيبي لي بنانه ناكلها فيا الموت ديال الناس وغادي الناس. الوقيته اللي خرجت هي للكوزينه شديت داك الدواء صورته وصيفطته في الواتساب وحطيته. فاش جات لقتني ناعسه، انا مازال ما دانيش نعس 100% ولكن حاسه بها. صافي من بعد من ديك الليله هذيك، هذيك الليله شربت الدواء، الغدا ما خديتوش، صيفطت انا داك الدواء للطبيب ما قراش داك الميساج، الواتساب عنده ما خدامش. شي 3 ايام عاد جاوبني، في ديك 3 ايام جاوبني قال لي شوفي انا راني عندي واحد الشغل مهم، هاد الدواء هذا راه ما عرفتش ديالاش بالضبط، ولكن غادي تعطيني شويه ديال الوقت سالي شي امور عندي وغادي نشوف ديالاش هاد الدواء. ديك 3 ايام قال لي شوفي حاولي داك الدواء اللي كتعطيك تشربيه ما تشربيهش. قلت لي كيفاش غادي ندير؟ هي راه كتبقى واقفه ليا فوق راسي. قال لي ما تسرطيش، حاولي ديري اي طريقه باش ما تسرطيش. صافي فين ما كانت كتجيب لي الدواء كندير براسي سرطتو، وانا ما كنسرطوش، كندير اي حاجه باش كنتبزق داك الدواء. صافي هي هذيك 3 ايام وانا ما كنعش الناس اللي كنت كنعس في الاول، حيت انني كانت كتدخل عندي وكتجلس وكنحس بها كتشوف فيا، ما كتخلي ما دير، كتخربق لي في تليفوني، كتشوف لي في الماريو ديالي، كتبقى تخطش لي في حوايجي، وانا حاضيه غير من التحت للتحت. 3 ايام اخواتاتي وهي على داك الحاله كتصرف تصرفات غريبه. صافي هي هذيك عيط عليا الطبيب لغد ليه، قال لي فلانه ضروري تشوفوا انا وياك. قلت ليه واخا. قال لي شوفي الشيفر هو اللي يجيبك، ما تخليهاش تجيبك. عيطت للشيفر قلت له عافاك اجي ديني. جداني الشيفر، مشينا عنده تلاقينا معاه، مشينا عند داك الصيدليه البيطريه، حيت حنا عندنا في ديك المدينه واحد الصيدليه خاصه بالادويه فقط ديال الحيوانات. صافي مشينا دينا داك الدواء، شفتو لنا داك السيده، قلنا لي هذا هو الدواء اللي كتجيب عليك السيده. قالت لينا الدواء داك داك داشي بلا ما نسميه. قالت لي هاد الدواء هذا ديال الكلاب. او لا الدواء ديال الكلاب؟ قال لي هذاك الطبيب وهاد الدواء هذا شنو
شو هما الاغراض اللي زعما شو كيدير؟ قلت له هذا الا شربو الانسان يقدر بقى معه وقته لحياته كامله. ناري مونتي كيفاش؟ المهم لقينا داك الدواء، انه الدواء ديال الكلاب، وان داك الدواء هو اللي كان كيتسبب ليا فانني رجليا كيتنفخوا. فالطبيب دار واحد البحث شامل على داك الدواء ولقاه على انه خطير يشربو الانسان. تصوروا الدواء ديال الكلاب يشربو بنادم، كي درتو ليها؟ المهم ما غاديش نتعمق لكم في هذا الشيء هذا، لان صحيب الا جيت انا نشرح لكم هذا الشيء هذا، غير الله يبعد علينا وعليكم ولاد الحرام وبنات الحرام. صافي شرحت لينا داك السيده على ان الدواء خطير يشربو الانسان، هو مصنوع للكلاب فقط لا اقل ولا اكثر. صافي هي هذيك، عيط لي هذاك الطبيب، قلت ليه ما تعيط ليهاش؟ قال لي لا غادي نعيط ليها، وهذيك كتعتبرها جريمه، وهاد السيده هذه خاصها تمشي فين الطب. عيط عليها في البلاجة، جات قال لي ضروري بغيت نهضر معاك، راني انا اختك وفلان. قلت لي ياك لاباس؟ قال لي غير اجي، راه واحد المفاجاه هكا غادي تعجبك، كتعلق بالشيفور. ما انا قلت ليها، قلت لي انها زعما متعلقه بالشيفور، وحتى هو قالها لي، قال لي انا راه جاتني فصفص وقالت لي انا كنبغيك وبغيتك تزوج بيا واللي بغيتيها انا معاك. وكانت قالت لي الا بغيتي كاع نهربوا لختي على هذا الشيء كامل اللي عندها، نهربوا انا وياك. المهم انا داك الشيفور مسكين ما كان كيخبي ليا والو، ولكن واخا هكداك ما عمرني قلت ليه يعني قلت ليها شي حاجه ولا هو واخا كيعاود ليا هادشي، كنقول ليه مسكينه هي غير كد هي هكا هي كتهضر غير داويه خاويه قلبها بيض. وهادي انا ما عرفتش علاش كانت معميه ليا البصيره، بزاف د الامور شفتهم بين عينيا وكذبتهم. صافي عيطت ليها، جات عندنا، مشينا لواحد البلاصه غير في الطوموبيل مطرف على الناس. قال ليها فلانه؟ قالت ليه نعم. قال ليها دابا ما عندك ما تخبي، غادي تعترفي بالحقيقه كامله. قلت ليه شمن حقيقه اللي غادي نعترف بها؟ قال ليها الدواء اللي كنتي كتعطي لاختك. قلت ليه شمن دواء؟ قال ليها الدواء اللي كنتي كتعطي لاختك قبل الماكله، وجوج حبات وجوج علق الماء. قلت ليها انا ماشي لها كتلها الدواء، عطاها لها الطبيب، انا فقط كنساعدها باش كتاخذه بانتظام. قال ليها كتعدها باش تخدم بانتظام ولا كتشربي لاختك الدواء ديال الكلاب باش تهني منها وترفي لها على كل شيء؟ قالت لي انت شو كتقول؟ سد عليا فمك، واش تا عطاتك الجرأة تقول لي هاد الهضره؟ قالت لي اختي سمعي شنو كيقول، هذا راه باينه باغي يفرق بيني وبينك، وبين هو اللي باغي يفرف عليك. المهم السيده جعرات، نزلت من الطوموبيل وجات غاديه، نزل هو موراها، انا راكم عارفين مريضه ما قادتش غير كنبكي. نزل موراها هو شد مدراعها ورجع للطوموبيل، قال لها سكتي ولا ما غادي يعجبك حل. قال لي هذا غادي نعيط للبوليس، وكاينين الادله باش انت اللي كنتي كتعطي لاختك الدواء ديال الكلاب، وهذه مده وانت كتعطي لها الدواء هذا، هو اللي متبله في هذا النفخ ديالها. مع العلم البنات الجسد ديالي كله تنفخ، وما بقاوش غير جديا اللي منفوخين، كل اللي تنفخت كنت غادي نطرطق لدرجه ان تقول انا غلط، ولكن هذاك غير النفخ. المهم السيده كانت باغاني نجلس بقى في الفراش حياتي كامله ولا نموت، ما عرفتش شنو كانت الغرض ديالها من هذاك الشيء كامل. المهم بقى عليها ما خلالهاش بالهضره، عاوتاني رجعت نزلت من الطوموبيل شدها وعطا واحد التصرفيقه. قال ليها ما كتحشميش، قال لي كتضيع اختك، شنو دارت لك هاد اختك؟ قال ليها دم جفاتاتول، انت ما بغيتيش تحمدي الله؟ قال ليها ماشي حشومه هذيك. المهم ما خلى فيها غير ينسى، وفي الاخر اعترفت ليه وقالت ليه اه بصح انا بغيت ندير لها ونفعل لها ونترك لها، ماشي هي تولدت وانا نبقى. قالت لي حياتي كاملة وأنا عايشة أخذت لي الحنان ماما، وأنا ما قدرتش ناخذ منها رزق دبا، أنا غادي ناخذ منها صحتها كما أخذت لي الحنان ماما. وماما كانت كتفضلها عليا هي، باها كان كيفضلها عليا هي، أنا تيتمت من الأب ديالي وتيتمت حتى من الأم ديالي النهار دخلت هاد البنت في حياتنا. حكم البنات أنا خالتي اللي هي ماها كانت كتعامل معايا مزيان، وكانت دايراني أكثر من بنتها، لكن بنتها كانت قبيحة وما مزياناش، داكشي علاش ما كانت كتصرف مع داك التصرفات هذيك. المهم هي كتهضر وانا كنبكي لدرجه بديت كنغوت نغوت نغوت. صافي جمعوا طواو، رجعت عندي كتقول لي اختي عافاك سمحي لي انا ما كنتش قاصده، وانا غير الشيطان دار ليا هكا، وانا. صافي زيد داك الطبيب داوني هو الشيفور لوبيتال، داروا لي واحد هي هذيك جات عندي امي مسكينه لوبيتال، لقاتني حالتي حاله. من بعد ما استرجعت الوعي ديالي
جات عندي وطلبت مني السماحة وقالت لي سمحي لي اختي، وانا ما كنت حاسه بداك الشيء اللي كندير، وانا حقه وهادي، وانا داك البنت اللي حرشتني. والصراحه انا داك الدواء راه اول مره مشينا نجيبو لك الدواء، نجيب لك الدواء عادي من الفرماسيان، وكانت معايا صاحبتي وكانت خدات الدواء للكليب ديالها، وقالت لي ها انت علاش ما تبقاش تعطيها الدواء للكلاب حتى تهني منها. وقالت لي انا والله ما لخاطري، وانا هادشي اللي كنت كندير لك راه ماشي لخاطري. انا الصراحه غير كنبكي. جات الطبيب قال لي دابا غير خليها سيري بعديها وعطيها الثقه، خلي النفسيه ديالها ترتاح شويه، وانت واحد الانسانه ما كتحشميش، وهذا الشيء هذا راه خصك تمشي تربي عليه. وانا كنت الديريه راه غتوصلك فين خصك تمشي، البلاصه ديالك فين خصك تكوني. المهم دوزت واحد الفتره في لوبيتال، صراحه شي 3 ايام العنايه الفائقه. الطبيب اللي قلت لكم كان معجب بيا، وداك الشيء عطاني واحد الرعايه كامله. جدتي مسكينه ما ساقتش الخبر حيت كانت مريضه، كون ساقت الخبر كون مشات فيها. صافي هذيك اخوتي شنو غادي نقول لكم، رجعت للدار وانا انسانه مكتئبه ومحطمه. ديك الوقيته اللي كنت انا مريضه ومكتئبه ومحطمه، صدمت بالموت ديال جدتي اللي مسكينه ماتت، وتا هي كانت الموت ديال هذه الفجأة. وخا الصراحه كانت مريضه ودائما عيانه ودائما الدو ودائما الترويض، الا وان الصراحه ما كانتش مريضه داك المرضه ديال الموت، بصح كان جاتها واحد الحاله بحال نقولوا بحال جا بحال الرواح بحال الزكام، وجاها قاسح. وكنت مسكينه كتكح كتكح حتى لواحد الصباح صبحت كتكح الدم. داك الصباح هذا كانت خالتي اللي هي الام ديالي اللي رباتني كانت دياها للطبيب، يلا هي مخرجاها مع الباب، وكانت حاسله مغي فيها الكحه، جاها واحد الروح خايب سيمان هو شاد فيها. وداك الصباح اللي كحات الدم قالت لي غادي نديك للطبيب ونشوفو، قالت لها واقيلا غير الفم ديال المعده تجرح ليا ولا حناجري. هما عاد خارجين مع الباب مسكينه وهي طاحت من السما للارض. صافي بقات مسكينه كما كيقولوا كتبخبخ حتى الدم والامانه امانته، وما بغاش تمشي للبيطال وتكرفص في السبيطارات راكم عارفين. صافي كانت الموت ديالها بالنسبه لينا فاجعه كبيره. الطبيب والشيفور ولاو كيجيو عندنا بزاف للدار. اختي مازال كتبغي الشيفور ومازال كتهضر معاه وكتقول لي عافاك كل اختي تسمح ليا، وانا 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 انا هاد اختي ما بقيتش كنهضر معاها لدرجه صافي غضبت عليها. البلاصه اللي كتكون فيها هي انا كنخويها. بالنسبه لذاك الدواء كامل اللي كنت كناخذ، الطبيب ديالي من بعد ما خداني عنده الطبيب اللي زعما اللي كيبغيني قال لي ها وديها شنو ها شنو ها شنو، شرح له داك الشيء كامل وعلى انني كنت كناخذ دواء الكلاب هذه المده كامله. بقى غير كيشوف قال لي انا بامكاني نكتب ليها واحد سيرتيفيكا، يعني اوراق طبي تحطو مع الوكيل الملك في المحكمة، وراه دغتا غادي تمشي دوز فيها الحبس. هادي راه محاولة قتل يعني بالإصرار والترصد، مع الإصرار والترصد. قال لي وراه بإمكانها تدخلها للحبس فين تربى، ولكن أنا ما بغيتش رفضت. صافي الطبيب ديالي بدل لي داك الدواء كامل، عطاني واحد الدواء واحد آخر، وقال لي ما تخلي حتى شي واحد يعطيك هاد الدواء، خديه بيديك. صافي هذيك اختي الصراحه ما بقيتش كنثيق فيها، واخا تجيب لي كاس الماء تقول لها كيشربي كنقول لها شكرا ما بغيتش. صافي وليت كناخذ الدواء بوحدي بيدي. وتا خالتي الصراحه ما بقيتش كنثيق تعطيني الدواء، ماشي كنخاف منها هي حيت بنتها تقدر دير اي حاجه، والانسان المحسد والمسموم راه يقدر يدير اي حاجه باش يحطمك. شو غادي نقول لكم، الموت ديال جدتي تا هو اثر فيا بزاف وزاد كمل عليا. على الاقل كنت كنحس بعدا بواحد النفس حدايا بحال الاب ديالي، ولكن فاش مشات خلاتها عليا خاويه، بقيت عايشه انا وامي وبنتها. فهاد الفتره بنتها تقدم ليها واحد الراجل للزواج، ولكن هاد المره بغات تتزوج. قالت لك اختي انا ما غاديش نبقى عاله عليك، وانا باش تهني مني وتعيشي في خاطرك انا غادي نمشي نتزوج ونتهنى. قلت لها شوف اختي، بغيتي تزوجي تزوجي، بغيتي تجلسي تجلسي، انا ماشي شغلي فيك، انت حره في حياتك اللي بغيتي ديريه. قالت لي لا انا غادي نتزوج. صراحه وقفت معاها واخا باقا مريضه، مره كنمشي للعكاز مره كنمشي في كرسي متحرك، لان داك النفخ الحمد لله تفشيت نقولوا بنسبه ديالو 50%، ولكن كنت مازال منفوخه. صافي خطبها واحد السيد الله يعمرها سلعه، صراحه بقى فيا قلت يا ربي هاد السيد مسكين اش من ذنب دارو في حياته حتى تزوج بهاد اختي هادي، وكنت كنطلب الله يهديها وما تبقاش كيف ما كانت. ايوا الحمد لله بعد ما تزوجت حسيت بها بحال دارت عقلها شويه، وخصوصا ملي حملات وولدات، ولكن انا داك الشيء هذاك باقي مأثر في النفسيه ديالي لحد الان. لحد الان كتجي اختي وكتطلب مني المسامحه، ولكن انا ما كنبغيش نسمح ليها نهائيا. فهاد الوقيته هادي خطبني الشيفور وقال لي شوفي باش ما تقوليش انا طمع لك في رزقك ولا شي حاجه، انا راكي كتعجبيني وما كرهتش نكون راجلك، نكون يديك وعينيك ورجليك وقلبك وحياتك.
في نفس الوقت الطبيب عبر لي على الحب ديالو وقال لي انا ما بقى لي والو، غادي نستقر وغادي ندير انا عياده ديالي، وصبري عليا غير تقريبا عام ولا عام ونص وانا معاك. انا ما عرفتش دابا شنو غادي نختار، واش نختار الشيفور اللي الصراحه ضحى بخدمته وخدام معايا وانا كنخلصو، بالرغم من ذلك هو مسكين ما كيبغيش كاع يتخلص مني، وكنقول له لا هذا رزقك ابر، واخا تولي راجلي ضروري ما غادي نخلصك، وما يمكنلكش تبقى معايا عايش معايا حياتك كامله بدون مستقبل. اما الطبيب كيقول لي انا مستقبل كله معايا، ما بغيت حتى شي حاجه من داكشي ديالك. المهم انا حرت بين هاد الجوج، انا الصراحه كنبغي الطبيب وكيعجبني الشيفور، ما تضحكوش عليا وما تديوهاش مني من قله الصواب. ما عرفت دابا واش نتبع عقلي ولا نتبع قلبي. الا تبعت قلبي غادي ناخذ الطبيب، الا تبعت عقلي غادي ناخذ الشيفور، لان الشيفور وقعت انا وياه بزاف ديال الامور اللي الصراحه كنت شحال من مره كنت كنقول لي صافي سير بحالك ما تخدمش معايا، نلقاه جوج كنتعصب عليه وكنجري عليه، ولكن سرعان ما كيرجع وكيقول لي انا ما نديهاش عليك، انت راكي مريضه وعيانه ومعصبه. الطبيب اللي كنت ناقشو انا وياه تقريبا انا اللي كنولي عنده، وانا اللي كنولي نرغبو لانني انا اللي كنبغيه. المهم هذه هي القصه ديالي. بالنسبه لاختي عندها دابا وليد، عيات مطلب فيا وترغب فيا وكتقول لي اختي سمحي لي، وانا داكشي اللي درتو فيك ما خصوش يدا، وكتجي كتبقى تبكي عليا وهادي وهادي، واخا درت فيا هادشي كامل عاونتها على وجه من على وجه ربي الحبيب اولا، وعلى وجه الام ديالها اللي هي خالتي، وهادي كتبقى بنت خالتي وبحال اختي. طبينا كيف ما قلت لكم انا وياها بجوج، ما عرفت دابا واش الهضره ديالها صادقه معايا ولا لا. مع العلم هاد المره جابت لي واحد الكادو، وجابت لي واحد بوكي ديال الورد وواحد الباكيه الشوكولات كبيره، والله العظيم الا خفت ناكل من داك الشوكولات، واخا مسدود ومقاد يعني الا كان درت فيه شي حاجه راه اكيد غادي يبان من الحله ديالو، ولكن هو ما محلولش. ولكن بما انني انا وليت كنشك فيها صافي، كنقول انا راه باغا دير لي شي حاجه، غدير لي راه غتف عليا، نقدروا نقولوا انا وليت مريضه بالشك. هذه هي القصه ديالي. دابا ما عرفتش واش نختار الطبيب ولا نختار الشيفور، واش نتصالح مع اختي اللي يوميا كتطلب وكترغب، كتجي ميمتي كتقول لي عافاك بنتي الحبيبه، تصالحي مع اختك راه ما عندكمش بعدي، ما عندكمش شي حد مغير بعضياتكم في هاد الدنيا. مع العلم ان هاد اختي هادي واخا دات واحد الراجل مسكين يعني خدام على راسو زعما ما عندوش وما يخصوش، هكاك عاونتها والله العظيم يا خواتاتي، الا عطيتها واحد البارتمون كتبت عليها بسميتها، قلت لها غير بعديني وعطيني غير اتساع، هادشي كامل على حسب الطمع هاكي ها الرزق، عطيني صحتك. بالنسبه للرجليه مازال لحد الان كنعرج، الطبيب كيوعدني كيقول لي ان شاء الله عامين ولا 3 سنين بالكثير غادي تولي طبيعيه، غير تبعي الدواء ديالك وديري الترويض، حيت دابا حاليا كندير الترويض لانني حيدت الحديد من رجلي، رجلي شويه ولات نقدروا نقولوا 95% مزيانه، ولكن الرجل الاخرى مازال شويه مضروره. وهذه هي القصه ديالي وشكرا بزاف. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني داك الدواء الكلاب كيفاش درت تخلص منه من الجسم ديالي، كان الطبيب خرج لي بعض الادويه للتخلص من السموم ديال الجسم. المهم تبعت واحد الطريق مولي كانت غاليه بزاف، ولحد الان صحتي ماشي هي هذيك. بالنسبه للنعاس مازال يا البنات كنعس بزاف، كنعس اكثر من 18 ساعه في النهار، نقدروا نقولوا نعاسي اكثر من فياقي، والشيفور هو اللي شاد كلشي الرزق ديال الوالد. غير مؤخرا خسرنا في واحد الصفقه كبيره بزاف، لان ما كاينش اللي قابل الشيفور يدو بوحدو، وما عطيه زعما يعني ما كيقدرش يدير شي حاجه، خصو تيتشاور معايا، وانا الاغلبيه ديال حياتي نعسه فيها. وهذه هي القصه ديالي، ودابا حاليا والله يا اختي امينه الا كنعاود لك القصه ديالي والنعاس كيديني، تعيو معايا بالشفاء الله يجازيكم بخير. شكرا اختي امينه، كنبغيك بزاف وكنحماق عليك، وراه واخا كنعس راه والله الا القصص ديالك كنعس عليهم، شحال من مره كنبدا القصه وما كنساليهاش، فاش كنفيق الصباح كنلقى لي زياد في الدنيا ما ساليتش القصه. المهم انا متبعك في كلا الحالتين، انا متبعك، وقولوا لي شنو ندير غير باش ما نبقاش نعس بزاف، مليت هاد النعاس، طيبت جنابي طابو بالنعاس، وحتى النفخ باقا منفوخه. الطبيب كيقول لي الا قديتي ما تنعسيش ما تنعسيش، وحاولي تتحركي اكثر ما تجلسي ولا تنعسي. وهادشي اللي كاين، دعواتكم ليا فهاد العواشر، وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هذا كان الجزء الثاني من القصه ديال هاد الاخت هادي. صفاء يا صفاء، لولا صفاء نيتك
ما عرفتش فين كان راكي وصلتي دابا حاليا. ويا ربي السلامه، يا ربي يا ربي يا ربي. صراحه قصه كتشوكي من جميع الجوانب، فيها بزاف ديال الموت. يا ربي الموت علينا حق، بدات بالام والاب والجد والجده، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكانت غتسالي بك يا اختي، ولكن ربي طول في عمرك. والله يشافيك اختي، الله يشافيك والله يعافيك. البنات والله ما بقات ثقه. دابا شنو بقى لنا نسمعوا؟ شنو بقى لينا نسمعوا؟ الدواء ديال الكلاب اويلي، الدواء ديال الكلاب. اختك تشربك الدواء ديال الكلاب باش تصفيها عليك؟ علاش؟ على وسخ الدنيا، على الرجال. هاد الاخت هادي بغيت نقول لك انا من الاول ما كانتش النيه ديالها صافيه، ولكن انت مادام ان انسانه صفاء واسم على مسمى، ولو انه اسمه السعر، الا وانه كيجي معك جمعك لائق للشخصيه ديالك. صفاء انسانه طيبه من خلال التعويض ديالك، وتبارك الله الطيبوبه نابعه من الصوت ديالك. الله يحفظك اختي، وشكرا بزاف 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 كونك شاركتي معنا هذه الحكايه هذه. احنا البنات ملي كنشاركوا شي حكايات بحال هادو، فماشي بالضروري اننا نديروا الحيطه والحذر من الناس كاملين. الله سبحانه وتعالى كيقول لكم خذوا حذركم او فخذوا حذركم، ولكن الانسان يتعامل بالنيه ديالو وياخذ الحيطه والحذر ديالو. فهاد الاخت هادي ودي ما تجيكمش لبالكم، انا براسي والله العظيم اختي تجيب لي الدواء بالوقت وتشربني الدواء، راه بالعكس هادي هادشي يزيدني فخر، وغادي نفرح وغادي نقول الله يا ربي عندي واحد اختي واخا ما ولدتهاليش امي، جاب لي الله واحد السند في الحياه، والاخت كتبقى سند في الحياه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا بعدا والله العظيم الا نزفتني العرق مع هذه القصه هذه. فالبنات الا كنتو مازال ما تفرجتوش الجزء الاول تفرجوا له. علاش كندير لكم جوج الاجزاء البنات؟ لان كتشكاو كتقولوا الفيديو كيجي طويل، وعافاك امينه تبقاي ديري لنا جوج اجزاء ولا تختصري. راه القصص اللي كيخصك تختصري فيهم راه كنحاول نختصر فيهم. انا الناس كيما كيعاودوا لي قصه ديالهم كيما كنحطها، راه الانسان راه فاش كيبغي يخوي قلبه راه كيعاود كل شيء، وكاين شي حوايج مرتبطين بالطفوله ديال الانسان. بحال دابا هذه الجزء الاول كامل كيهضر على الجزء الثاني، هو مربط الفرس ديال الجزء الثاني. كل ما كانت هاد البنت عاودت لينا على انها ما ماتت وكذا وهادي وفعلات وتركت ومسكينه وباها تزوج ورجع خالتها والى اخره. ف ما غاديش نفهمو، ما غاديش نفهمو، ما غاديش نجي نقول لك هاد السيده تقول لك اختي حقها بنت خالتي اللي هي اختي. كيفاش بنت خالتك اللي هي اختك؟ ما يمكنش تقول في راه امك. ضروري نعاودوا التفاصيل باش نتوما تفهموا القصه، لان باش انا كنيفيتي داك الاسئله ديال حق علاش هادي وعلاش ديك وعلاش. فمره مره لا زابيت البنات ولا لاشيت ولا التمسوا ليا الاعذار، لان هاد الشيء هذا والله العظيم الا كيمرض النفسيه ديال الانسان. فانا كنبقى بحالي بحالكم مباشر، وتا انا عندي مشاكلي اهاتي ومعاناتي ودموعي واحزاني. فاش غادي نقول لكم؟ شو غادي نقول لكم؟ حتى واحد ما خطاو المشاكل، واللي قال لك انا هاني عارف انه يعني عنده شي حاجه مع الله ما مديقلاش، خصو يتفكر الله باش الله يتفكروا. على اي حال بالنسبه لهاد الاخت كتقول لك اودي انا واش ناخذ الشيفور ولا ناخذ الطبيب؟ انا كنفضل ما تاخذي لا طبيب لا شيفور، باش ما تطيحش داك عاوتاني داك الفجوات ديال راه هكا الشيفور طمع فيك وكان باغي رزقك وباغيك على قبل الرزق، وطيح عاوتاني مع الطبيب ديال انه واحد الوقت تخلى عليك. اللي كيتخلى المره الاولى الجوجه يتخلى، الثالثه يتخلى، الرابعه يتخلى، ما عندوش كرام ديال المشكل. فانا من وجهه النظر ديالي خليك اختي تتبراي وديها في صحتك، ما تتزوجي لا بهذا ولا بهذا، ما توعدي لا هذا لا هذا، وخلي اختي شوفي ديري تجارب اللي تخليك تكتشفي كل واحد على الحقيقه ديالو كما اكتشفتي الحقيقه ديال الاخت ديالك. فانا من رايي الشخصي هذا كما كنقول بزاف البنات ما كنفرضوش عليكم، فقط كيبقى رايي الشخصي. وكون كنت انا في بلاصتك مثلا ما غادي نتزوج بشيفور، ما غادي نتزوج بطبيب،
غادي نتزوج براسي. كيفاش نتزوج امينه براسي؟ ديها في راسك اختي، حبي راسك، عطي الاهتمام لراسك، برايح شوفي كيفاش ديري. عندك الفلوس اختي، سيري لاوروبا دابا، ما بقاش تمشي بالفيزا. تبارك الله راه عندك، كتقولي على ما كتقولي انتيا، عندكم من عائله لاباس عليكم وبرزقكم وبخيركم وبخميركم، فتقدري ديري اختي فيزا ديال السياحه، لان عندك مشاريعك، عندك الاملاك ديالك، تمشي طياره خصوصا الا مشيتي لا قبل العلاج. فسير اختي تسيري تعالجي على برا، سيري شوفي شي طريقه اللي تعالجي بها على برا. انا كنقول الاب ديالك كان بامكان ديك على برا، غير ما عرفتش شنو المشكل اللي كان عنده، مادام ان عنده الرزق في المغرب والاملاك فكنظن تكون داك. المهم على اي حال ما نمشوش حنا في الماضي، باك مسكين مات الله يرحمه ويوسع عليه، ولا رحم جداتك وجدك وجميع والام ديالك مسكينه وجميع موتى المسلمين. فانتي بامكانك تمشي اختي للخارج، تقدري هاد السيد هذا وكنتي كتثقي فيه خليه يقابل لك المسائل ديالك، ولكن سيري تقلبي على العلاج ديالك. انا في نظري عندك بزاف ديال الاملاك وعندك تبارك الله الرزق، الله يزيد ويبارك، ولكن كان انا كنت نتمنى كندير حاجه وحده، ندير واحد بروجي واحد ونشوف نقابل فيه انا وشي حد اللي كنثق فيه، احسن ما ندير هنا وليه والاملاك ونادي وهنا شركه وهنا تخربيق. الراس ديال الانسان غادي يطرطق، وها انت كنتي خسرتي واحد الصفقه كبيره. علاش اختي عليك هذا الشيء؟ دير واحد الخطه لحياتك، ما تبقيتي كتفكري في الزواج. الزواج راه يجي من بعد، راك باقا صغيره 28 ولا 27 عام، ماشي كبيره، تبارك الله راه باقا صغيره. تنسي الوجود ديالك بعدا، وقدي انك توقفي على رجليك ان شاء الله، وسيري تعالجي، وحاولي كيما قلت لك شوفي العلاج على برا، قدي الامور ديالك، ومن بعد غادي يجي الزواج. فهاد الفتره كامله راه ممكن تكتشفي بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحقائق، ربما تعرفي على شي حد اخر اللي تلقاي فيه راحتك. انت ما كتبغي لا طبيب ما كتبغي الشيفور، انت الطبيب في الاول عطاك داك الاهتمام، والشيفور هو اللي معجب بك اكثر ما انت ما معجبه به، حيت كيعاونك. يعني بحال نقولوا انت ما عندكش خوك، ما عندكش باك، ما عندكش سند، كتحسي بحال كتورك عليه، كتكي عليه بهذا المفهوم. يعني الا خطاك هو كتقولي انا، بحال نقولوا كتحسيه بان عندك واحد الراجل في حياتك لا اقل ولا اكثر. هادشي اللي نقدر نقول لك حبيبتي، هو لمحكمتكم الموقره واسعه النظر. بالنسبه لاختك المسامح كريم، ولكن هنا السر، ما تثقيش فيها، ما تعطيهاش فرصه. قول اختي اسمعي، واحد جوج ثلاثه ان دو تخوا، الله يسمع عليا وعليك وعلى جميع المسلمين. واخا هادشي اللي درتي ما كيتغتفرش، وروح عزيزه عند الله، وربما نسمح لك انا، ربي ما يسمح لكش. ولا اول واحد طلبي منه السماحه هو ربي الاول، وعاد اجي طلبيها مني. قول ليها انا بامكاني نسمح لك وراني سامحه لك، ولكن اختي وتلك حدود الله فلا تقربها. انت شديتي قارك وانا شديتي قاري اختي، الا احتاجيتي شي حاجه وقفتي عليا مرحبا، على الراس والعين، باش تجي تكون انا دابا نرجع الثقه ديالي فيك كيما النهار الاول، فهادي ممكن تحلمي بها، ولكن في الحقيقه مستحيل. صافي سدت مدام، سالت الحفله وسالينا. هادشي اللي كاين حبيبتي صفاء، والله جالس دابا بشافيك، الله يبعد عليك ولاد الحرام وبنات الحرام، والله يسخر لك في اللي فيها الخير. وإلا كان هاد الجوج ما عندكش فيهم الخير، الله يبعدهم عليك كما بعدت السماوات عن الاراضي. خوتي خواتاتي مستمعيني الاوفياء، شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليلي، والله لا يخطيكم عليا، دمتم سالمين غانمين، ومن الشرور والافات من النجيم. رقم ديال الواتساب اللي هو 06-37-054-549. الى ان القاكم دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.